بالحقيقة أيتها القديسة مريم الخب الثانية التي للأقدام تلك الموضع فيها عصهر والزهر المقدس التي للبخور أنت مشتملة بالطهر من داخل ومن خارج أيتها النقي مسكن الصديقين كغمرات العلا وصفوف الأبرار يمجدنا طوباويتك لأجل هذا نعظمك باستحقاق في تمجيد النبوية المدينة المقدسة التي للملك العظيم نسأل ونطلب أن نفوز برحمة في شفاعتك عند محب البشر.